السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا حوطه معمره في الفران، كتجي رائعه وصحيه. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تابونا في لاشين وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال القناه. ما تنساوش ديروا جيم وخليو شي كومونتير ونبداو على بركه الله. هنا عندنا حوطه كبيره، شعريه ديال هذيك، شعريه رقيقه مسلوقه، شويه ديال الماء والملحه، يمكن لكم تعوضوها بالرز، شويه ديال الخل، زيت البلديه، المعدنوس والقزبر، شويه تاع الحامض مصير مقطع، وشويه تاع الزيتون مقطع، وفلفل على حسب الذوق. عندنا الملحه والتحميره والكمون والثومه محكوكه، حامض مقطع، وعندي شويه تاع ماتيشا والبصله. وغنبداو على بركة الله، غنوجدو شرمولة باش نشرملو هاد الحوطة. كنديرو شوية تاع الربيع، مع زيت البلدية، شوية ديال الخل، الثومة والكمون والملحة والتحميرة. نخلطو، نزيد شوية ديال الزيت، غندهنو الحوطه ديالنا بهاد الشرموله. غندخلو هاد الشرموله في الحوطه كامله، حيت كنغسلوها وكنحيدو ليها ديك الشوائب ديالها كاملين. كندهنوها كامل بهاد الشرموله، غنوجدو الحشوه. الحشوه كنديرو فيها شعريه، مع يمكن لكم تعوضو الشعريه بالرز مع الحامض والزيتون مقطع. شويه تاع الربيع مخلط، نديرو كامل صافي. كنخلطو، كنديرو معاه شويه تاع زيت البلديه، التحميرة والكمون، وشوية الملحة. كنخلطوها، صافي. هي الحشوه ديالنا واجده، غنعمرو بهاد الحوته. بسم الله،
كندير شويه ديال الزيت البلديه في المول كندهنوه. ونحطو فيه الحوتة ديالنا. كنهزو هاد الحامض كنديرو في هاد الشراتي ديال الحوتة اللي فلحناهم بالموس. نحطو هاد البصلة هنا مع مطيشة. كليكم ديرو البسباس ولا اللي بغيتو. نحط هاد الشعرية اللي بقات لي هنا. هذا هي الحوته ديالنا واجده، غندخلوها الفران حتى تطيب ونرجع باش نقدمها ان شاء الله. ها هي الحوته ديالنا خرجتها من الفران، كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه بزاف. انا رفقتها ببطاطا وخيزو مسلوقين وشحرتهم في شويه ديال الزيت البلديه مع شويه الربيع وشويه التحميره مع شويه الكمون والابزار الا بغيتو وشويه العصير ديال الحامض، وشحرتهم مزيان ورافقتهم مع هاد الحوته، كتجي رائعه بزاف. كنتمنى تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنساونيش تابوناو في لاشين وخليولي شي كومونتير ولا فيديو اخر ان شاء الله.